بشتري اشتري، منه. بقول لك اشتري ايه؟ انا التليفون عاوز رصيد، عاوز كارت من ابو نبيل بجولات ب 15 جنيه، كنت بجيبها ب 10 جنيه. طيب انا هقول لك على حاجه، هو الموضوع بسيط جدا، احنا هندفع 300 مليون جنيه، ده 10%، الاجمالي 3000 مليون جنيه، ده اجمالي ثمن الوحده. هتبعتي لي دلوقتي 35 مليون على اي محفظه، ماشي، او على يعني اي محفظه عندك، هتبعتيهم لي، دول جديد تعاقد، يعني ال 30 مليون جنيه دول يجي كام؟ يجي ال 30 مليون جنيه، يجوا 30 مليون جنيه يعني بفلوس مصر فيها الحاجات دي؟ الناس دي معاها. بصي بصي يا ام محمد يا ابله، بصي يا قشطه، اني احنا الحمد لله احنا ظروف، انا عامله انت عارفه اقسم بالله طبخه وركين النهارده، وعامله بسله كدالي اوردر وطبختها. الله بالهنا والشفا. الثلاثة مليون اللي انت عاوزاهم دول، انت بعد ما تيجي في معاي ان شاء الله اعملي لي حظر، علشان انا وشي نحس على الناس.